اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد معكم محمود فودة. النهارده هنتعرف مع بعض ازاي نعمل مخطط او نرسم دايره الكترونيه على موقع تينكركاد. علشان ابدا اشتغل على موقع تينكركاد او ابدا ان انا ارسم او اشتغل على بورده الكترونيه، لازم اتعرف على بعض الحاجات الاساسيه، يعني ايه هي الحاجات اللي ممكن استخدمها فيها، بولاريتي موجب وسالب، ايه هي البورده اللي انا ممكن استخدمها معايا في انواع كتير من البورد زي البري بورد، فيها البرد اللي ممكن ألحم عليها، ممكن أوصل دايرة مباشرة. ده كله هنتعرف عليه بشكل مبسط في شرح النهاردة إن شاء الله. قبل ما أشتغل في أي دايرة إلكترونية لازم يكون معايا حاجة اسمها اسكيماتيك أو المخطط الإلكتروني بتاعي. المخطط الإلكتروني بيكون بالمنظر اللي قدامي، هي مجموعة من العناصر الإلكترونية ليها رموز معينة، ببدأ إن أنا أشتغل أو أوصل من خلالها السيركت اللي أنا هشتغل عليها. زي ما احنا شايفين دلوقتي هنا رمز من الرموز معانا هي رمز البطارية. البطارية طبعا بيبقى ليها حاجة اسمها بولاريتي اللي هي البوزيتيف والنيجاتيف عشان اقدر اشتغل او اوصل السيركت بتاعتي، وهو موضح على الرسم بتاعي فين الموجب وفين السالب. تاني حاجة اقدر اشتغل عليها هي السويتش. يعني ايه سويتش؟ السويتش ما هو الا كونتاكت بيوصل سلكين معدنيين علشان يعدي التيار الكهربي من الجزء الموجب رايح للجزء السالب. تالت حاجة ممكن اشتغل عليها هي اللمبة او الليد، وده ليه رموز كتير اقدر اشتغل من خلالها. ده شكل برضو من ضمن الرموز بتاعته. ده كله هقدر ان شاء الله هرفع لكم الرموز دي، موجودة في اسفل الفيديو. الرموز دي مش اللي هي الرموز الثابتة، اقدر اعتمد عليها بس في حاجات كتير اقدر اشتغل عليها. هاجي وتحت هنا هنيجي نبص على سيركت تانية. هنا موضح لي ان البطارية الجزء الاعلى بتاعها الخاص بالبطارية هو جزء الموجب، داخل على مقاومة ورمز لها بحرف R اللي هي اختصار لريزيستور. هنا عندي اختصار للليد LED، ده الرمز بتاعه. هنا معدي التيار بتاعي رايح للجراوند وبيستمر التيار بتاعي. هنا مش مستخدم سويتش في السيركت، فانا اقدر استخدم سويتش او اشغل الدايره بشكل مستمر، او ما اوصل البطاريه تكون شغاله بشكل مستمر. تعالوا بقى نوصل السيركت دي، موجوده عندي على موقع تينكركاد. اول حاجه هنزل رمز البطاريه او هنزل البطاريه، هاجي هنا من بيزك هنختار اول، هلاقي البطارية معايا 9 فولت، هاجي هنا هلاقي ان في ريزيستور معايا، وكمان هوصل ال LED. وهنا الجي ان دي هو عنصر، هو ليس عنصر، مفيش حاجة عندي اسمها جي ان دي، هو الجراوند بتاع البطارية الخاص بالبطارية اللي هو الطرف السالب. أول حاجة هقف هنا على البطارية عشان أعرف الجزء الموجب والجزء السالب. هقف كده البطارية ألاقي هنا بوستيف اللي هو باللون الأحمر، هاجي هنا ألاقي نيجاتيف هو باللون الأسود. علشان أوصل هاجي أعرف الأول أنا موصل السلك بتاعي من الطرف الموجب أو الرجل الموجب رايح على الريزيستور. الريزيستور ملهاش بولاريتي، ملهاش قطبية بتاعتي او ملهاش اللي هي موجب وسالب، فانا لو وصلتها من هنا عادي، لو وصلتها هنا عادي. باختصار ان انا هاخد السلك بتاعي من هنا رايح للريزيستور، ومن الريزيستور رايح على الليد. بس هنا هيختلف معايا توصيلة الليد. الليد عندي هنا ليه بولاريتي، جزء الانود اللي هو الجزء الموجب، جزء الكاثود هو الجزء السالب الموجود في الليد. هاجي هنا اقف على الرجل الخاصة بالليد، هلاقي ان هنا رجل الانود رايح على الريزيستور، رجل الانود هي اللي رايح على الريزيستور، فهبدأ اوصلها بالشكل اللي قدامي. هلاقي ان رجل الكاثود هي اللي رايحة على الجراوند. بالمنظر اللي قدامي دلوقتي هبدأ اعمل
رن للسيميليشن الاقي ان السيركت اشتغلت معايا بشكل طبيعي جدا. دلوقتي هنوصل السيركت بتاعتنا، بس هنتعرف على بدل ما هنوصلها بشكل طيران او بشكل واير بالشكل اللي قدامي، هنوصلها على بريد بورد. البريد بورد ما هي الاختصار ان هي بورد ببدا اشتغل عليها علشان اجرب السيركت اللي انا هشتغل عليها قبل ما الحمها، علشان اتاكد ان هي شغاله مظبوط ولا فيها مشكله معايا. في عندي انواع كتير من البريد بورد او تيست بورد او بورد التجارب بتاعتنا، منها اللي هي الميني بورد، وعندي السمول، وعندي اللي هي البريد بورد العاديه. لكل سيركت ببدا ان انا اشتغل او اختار على اساسها ان انا اختار انهي بريد بورد، وما فيش فرق بين الثلاثه ما هو الا الحجم فقط لا غير. هنا اول حاجه البريد بورد، هي هنيجي نشتغل على البريد بورد الصغيره، يكون اسهل وموضح فيها كل حاجه. عندي اول حاجه في نقط، مجموعه من النقط اللي هي الاي والبي والسي والدي والاي، ده كده متوصلين ببعض بشكل عمودي، يعني النقطة A متوصلة بالنقطة B ومتوصلة بنقطة C وكذلك لحد النقطة E. الأربع نقط دول متوصلين ببعض أكنهم سلك واحد، وكذلك النقطة A في العمود الثاني متوصلين ببعض. هنا ألاقي النقطة الـ F والـ G والـ H والـ I والـ J كذلك زي العمود اللي تحت، هم متوصلين بالعمود اللي فوق مع بعض. هنا يختلف معايا هي توصيلة الموجب والسالب. اولا ما فيش حاجة اسمها توصيلة موجب وتوصيلة سالب في البريد بورد، ما هي الا ليبل او علامات محددة علشان لما اجي اوصل البطارية اوصلها بشكل صحيح ما اغلطش في التوصيلات بعد كده. يعني الموجب والسالب اللي تحت ده هما ليست موجب او سالب كمعظم الناس اللي هي لسه بتتعلم الكترونات كعرفها. يعني لو جبت بطارية من المفترض ان انا اوصل الجزء السالب بالجزء الموجب كذلك زي ما احنا موصلين دلوقتي. لو انا عكست التوصيلة بتاعتي للسالب والموجب فهي برضو السيركت بتاعتي هتشتغل تمام، بس عكست الليبل الموجود في البريد بورد. عندي هنا الصف اللي هو الجزء الموجب، هو الصف بالكامل. لو انا وقفت على اي نقطة هلاقي ان الصف ده كله متوصل بنقطة واحدة، كذلك هو الصف السالب كلهم متوصلين بنقطة واحدة. عندي كذلك الصف اللي فوق موجود بالجزء السالب كله متوصل بنقطة واحدة، والصف الموجب كله متوصل بنقطة واحدة. علشان اوصل الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت هما في الاساسي مش متوصلين ببعض، لازم اخد بريدج من النقطة اللي فوق للنقطة اللي تحت علشان يتوصلوا ببعض، عشان اقدر اكمل بيها السيركت. لو انا السيركت بتاعتي كبيرة اخلي الجزء اللي فوق موجب والجزء اللي فوق برضو سالب، كذلك الجزء اللي تحت سالب وموجب. يبقى هاخد بريدج من هنا اوصله بالجزء الموجب وجزء السالب اوصله بالسالب، تمام. ده ملخص البريد بورد. هاجي لنقطة معينة عشان الناس توضحها او تبقى فاهمها كويس. هاجي ابص للبريد بورد هلاقي هنا البريد بورد اللي فوق شبه من البريد بورد اللي تحت. عندي فيه الجزء الاحمر والجزء الازرق، اللي هو الاحمر بيرمز للموجب والجزء الازرق بيرمز للسالب، كذلك الجزء اللي تحت موجود معايا. هلاقي ان في اختلاف ما بين البوردتين، هي الجزء الازرق مفصول عن الجزء الازرق في اليمين والشمال. ده معناه ان المجموعه اللي على اليمين الصف بالكامل
مفصول عن الصف اللي في الشمال بالكامل، فانا هضطر ان انا اوصل جامبر من هنا لهنا، وكذلك جامبر من الموجب للموجب، وعلشان اوصلهم كلهم بنقطة واحدة يبقى انا هاخد برضو السالب من فوق للسالب اللي تحت، والموجب اللي فوق للموجب اللي تحت، زائد ان انا اعمل بريدج من النقطة دي للنقطة دي والنقطة دي للنقطة دي، ده كله علشان اوصل البريد بورد بشكل صحيح زي البريد بورد اللي تحت. في كتير بيقع في المشكلة دي او في الخطأ ده، فيتخلوا بالكم من البريد بورد اللي انت بتوصل عليها. هنيجي نكمل الشرح بتاعنا ونوصل السيركت اللي كانت معانا على البريد بورد. طبعا السيركت اللي احنا شغالين عليها هي اسهل دايرة موجودة في الالكترونيات، هي توصيلة ليد بالبطارية ومقاومة. اول حاجة هنزل الباتري وهوصل الجزء البوستيف بالجزء البوستيف، الموجب بالموجب، والسالب بالسالب. ياريت برضو نوضح الاسلاك اللي احنا بنشتغل عليها، نغير الوانها علشان التصميم يبقى سهل ويقدر اي حد بعد كده يقراه. هاجي هنا الاقي ان في ريزيستور متوصل على الجزء الموجب، هاجي هنا اشوف ريزيستور، وعلشان اوصل الريزيستور ما ينفعش اوصل ريزيستور على الرجول بالكامل بشكل عمودي كذلك، لازم اوصلها على نقطتين منفصلين، يا اما من العمود وعمود، بين عمود وعمود زي ما احنا شايفين هنا متوصلة بين العمود رقم واحد والعمود رقم خمسة، او اوصلها بالعمود او الجزئين منفصلين عن بعض زي ما احنا شايفين دلوقتي. كده وصلت الريزيستور على البريد بورد، ناقص ان انا اوصلها على الرجل البوستيف او الرجل الموجبه. هجيب واير واوصل زي ما احنا قلنا دلوقتي ان العمود رقم واحد كلهم متوصلين بنقطه واحده، يعني لو خدت واير من هنا عادي مفيش اي مشكله، هوصلها بالرجل الموجب. وهرجع هنا للسيركت اشوف انا هوصل ليد، هنزل الليد، هلاقي ان الليد في عندي رجلين، واقف على اول رجل هلاقي ان هي انود والرجل التانية هي الكاسود، هوصل الانود بالمقاومة واوصل الكاسود بالرجل السالبة للبطارية، وهعمل ده واير اسود واعمل رن للسيميليشن. زي ما احنا شايفين السيركت بدأت تشتغل معايا واللمبة طورت في السيميليشن. في حاجة اساسية برضو لازم ناخد بالنا منها في التوصيل معانا، هي الفاليو. لو انا عايز اغير قيمة المقاومة ده بيأثر معايا في السيميليشن. لو انا حطينا قيمة المقاومة مثلا 47 اوم وعملت رن، هيقابلني هنا حاجة مهمة في برنامج او موقع تينكركاد، ان بيوضح لك ان الليد هيبدا ان هو يتحرق، ان هو يسحب فولت وتيار اعلى من الليد فيبدا ان هو يتحرق، فاقدر من خلالها اعرف اوصل قيمة ريزيستور كام. وبعد كده هعرفكم المعادلة والقوانين الصح اللي انا اقدر احسب بيها الريزيستور والليد في حلقات جاية ان شاء الله. كان معكم محمود فودة، ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك اجدد الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.